مرحبا، كيفكم اليوم؟ بدمل أنا وياكم طريقة تحضير خلطة الدقوس السعودية. خلطة كتير طيبة، تتقدم مع الكبسي، مع الأوزي إذا حبينا، مع المنسف، مع كل أنواع الرز اللي مع الدجاج واللحمة. خلطة كتير طيبة بهيدا الشكل، وتحضيرها كتير بسيط. شايفين؟ رائعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شيء عنا 5 حبات بندورة، 2 فلفل حار، ملعقة طعم خل أبيض، حبة ثوم، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، عصير حمضة صغيرة، بدنا نستعمل ملعقة طعم كزبرة، ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة كزبرة يابسة، وكمان ربع ملعقة صغيرة كمون ناعم. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي بدنا نقطع البندورة، حطيت البندورة بالمكنة، هلا أضيف الكمون، كزبرة، ملح، عصير الحامض، الخل، ثوم، الفلفل الأسود، ملعقة طعم كزبرة، كمان الفلفل الحار. نعمتن منيح، هلا بحطهم بالطنجرة. بسم الله. هلا بغليهم على الغاز. اول ما غلى الخليط عنا على الغاز بهيدا الشكل، هلا منطفي الغاز. بعد ما طفيت الغاز بحطهم على جنب ليبردوا بحرارة الغرفة. هيدي خلطة الدقوس اللي عملتها أنا وياكم، بتمنى أكون قدمت لكم إياها بطريقة صحيحة، وإن شاء الله بتنال إعجابكم. باي باي حبايبي.